يمثل كافة. مجرد ما استلمت هذا المجلس بدأت برحلات مكوكية بين فلسطين وتركيا، وهذا هو الجولة الرابعة، تنتين في فلسطين وتنتين في تركيا. نهدف إلى أن تحدث شراكات بين أصحاب الخبرات وأصحاب المشاريع الضخمة والمصانع الناجحة في تركيا، لأن يشاركوا إخوانهم الفلسطينيين في تأسيس المصانع وتأسيس الشركات وتأسيس المشاريع التي تخدم البلد ولمصلحة التبادل التجاري، وأيضا رفع مستوى التجاري بين تركيا وفلسطين على حساب العلاقة التجارية بين فلسطين وإسرائيل التي تبلغ إلى 5 مليارات دولارات، ولكن مع الأسف بين تركيا وفلسطين لا تتجاوز 500 مليون دولار. فنحن في هذا المجلس نسعى لكي نعرف على المنتجات التركية، وأيضا الجانب الفلسطيني يعرف على منتجات الفلسطينيين، فتحدث التجارة وتحدث جميع أنواع الاستثمار، وهذا نحن نعتقد أنه سيساعد الفلسطينيين أيضا إنسانيا. هدفنا الدائم والمستمر هو تحسين بيئة الاستثمار في فلسطين، وتحسين يعني بيئة الاستثمار لرجل الأعمال في تركيا. طبعا احنا بنسهل، طبعا مش تحسين، تسهيل او تعريف رجل الأعمال التركي في فلسطين وتعريف رجل الأعمال الفلسطيني في تركيا، مجالات الاستثمار، عناوين الاستثمار، من هم رجال الأعمال في فلسطين، ما هي مجالات الاستثمار. وعندنا هلا بال انفست احدى الشركات راح تعطي احدى يعني برزنتيشن عن كيفية الاستثمار في فلسطين وطريقة الاستثمار في فلسطين وميزات الاستثمار في فلسطين.